صباحكم سعيد، أهلا بكم إلى نشرتي الصباحية. بداية، يستقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم رئيس الجمهورية التركية الشقيقة سيد رجب طيب أردوغان في إطار زيارة رسمية يقوم بها إلى الجزائر. يشرف خلالها الرئيسان على أشغال الدورة الثانية لمجلس التعاون الرفيع المستوى الجزائري التركي. وبين الجزائر وتركيا علاقات صداقة تاريخية وشراكات استراتيجية مثمرة تعكس الإرادة القوية لقيادتي البلدين في تعزيزها وتوسيع مجالات التعاون. بدر الدين عباسي. تشهد العلاقات الجزائرية التركية في السنوات الأخيرة تطورا ملفتا زادته زخما إرادة قيادة البلدين الحريصة على الدفع بها إلى مستويات ترقى إلى الروابط الوثيقة التي تجمع الشعبين تاريخا وحاضرا. هدف تجسده زيارة الرئيس التركي طيب رجب أردوغان إلى الجزائر هي الثانية بعد تلك التي كانت مطلع العام 2020، بما يعكس التزام الطرفين تعزيز مساعي التعاون في مختلف الميادين. ومن الجانب الجزائري، زيارتان للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى جمهورية تركيا توجتا بالتوقيع على عديد الاتفاقيات ليكون العنوان الأبرز لمحور الجزائر أنقرة الدفع بالاقتصاد البيني إلى معدلات أكبر. دبلوماسيا، تتسم العلاقات الجزائرية التركية بتنسيق فعال متواصل يميزه توافق بارز حيال القضايا الإقليمية وراهن دولي تتسارع فيه الأحداث. وفي قلب توافق الدبلوماسية الجزائرية التركية تبرز القضية الفلسطينية. وفي ظل استمرار العدوان الصهيوني الهمجي على غزة، سيكون لقاء زعيمي البلدين فرصة لتنسيق المواقف وبحث سبل إيقاف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل، فيما يحرص البلدان على تبادل وجهات النظر حول القضايا الهامة التي تخدم استقرار المنطقة العربية والإسلامية من خلال تعزيز التفاهمات في مجالات السياسة والأمن والصناعة والثقافة وغيرها مما يجمع مصلحة البلدين. صور التضامن بين الجزائر وأنقرة تجلت خلال الكارثة التي ألمت بشقيقة تركيا عقب زلزال الذي هز جنوب البلاد في 6 فبراير من العام الجاري، حيث هبت الجزائر لمد يد المساعدة والدعم وإرسال فريق بحث وإنقاذ مختص مرفقا بمساعدات إنسانية مستعجلة إلى المناطق المتضررة. هبة لقت استحسانا رسميا وشعبيا توجته صورة تكريم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لفريق الحماية المدنية الجزائرية نظير مساهمته في جهود إغاثة ضحايا الزلزال. ولأنها علاقات متميزة، منح السيد رئيس الجمهورية في جوان من العام الجاري وسام الاستحقاق الوطني الجزائري من الدرجة الأولى إلى سفيرة تركيا بالجزائر سابقا ووزيرة الأسرة وشؤون الاجتماعية الحالية مهنور أوزدمير كوكتاش، كإشارة إلى المساهمة الكبيرة لها في تعزيز العلاقات بين البلدين. وبحلول الرئيس التركي بالجزائر يبرز إذن بوضوح الدافع القوي والعزم على تعزيز وتطوير الروابط بين البلدين في جميع الميادين. فهذه الزيارة ليست مجرد حدث دبلوماسي، بل هي تعبير قوي عن الالتزام الجاد بتعزيز العلاقات بين الجزائر وتركيا. ممثلا لرئيس الجمهورية أشرف أمس الوزير الأول نذير العرباوي بالمركز الدولي للمؤتمرات على انطلاق أشغال الحوار القضائي 6 للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الذي حمل شعار تعزيز حقوق الإنسان في إفريقيا التحديات والفرص في إدماج الاجتهادات القانونية الإقليمية لحقوق الإنسان في المحاكم القضائية. أشغال المنتدى جرت بحضور رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، رئيس المحكمة الدستورية، وزير العدل حافظ الأختام، وأعضاء من الحكومة
ومستشاري رئيس الجمهورية. وبالمناسبة أكد الوزير الأول أن هذا الحوار القاري الذي أصبح منبرا هاما من منابر النقاش والتبادل بين السلطات القضائية الوطنية والإفريقية حول التحديات التي تواجهها في مجال حماية حقوق الإنسان والشعوب وسبل تعزيز آليات الحماية يندرج في إطار السعي لتحقيق الهدف المشترك في توطيد التعاون لتحسين الممارسات وتبادل الخبرات والتجارب في سبيل تعزيز العدالة في إفريقيا. الوزير الأول نذير العرباوي أكد أيضا أن تكريس الحق في التنمية يرتبط بشكل وثيق بمعالجة الأوضاع المتدهورة في الكثير من المناطق في القارة الإفريقية، وهو الأساس الذي ترتكز عليه رؤية رئيس الجمهورية في منح الأولوية للبعد التنموي كمحور جوهري ضمن أي خطة تهدف إلى تثبيت معالم السلم في إفريقيا. إن احتضان الجزائر لفعاليات هذا الحوار المتزامن مع انعقاد اجتماع المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يعكس الأهمية التي توليها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لحقوق الإنسان بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إن تكريس الحق في التنمية يرتبط بشكل وثيق بمعالجة الأوضاع المتدهورة في الكثير من المناطق في قارتنا الإفريقية لا سيما في منطقة الساحل، وهو الأمر الذي تبنته الجزائر دائما في مقاربتها الشاملة للمساهمة في معالجة الأزمات متعددة الأبعاد في هذه المنطقة عبر تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية ودعم الجهود التنموية. وانطلاقا من هذه المقاربة تركزت رؤية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على منح الأولوية للبعد التنموي كمحور جوهري ضمن أي خطة تهدف إلى تثبيت معالم السلم والاستقرار في إفريقيا، وهو ما أكدته مبادرته بطرح فكرة عقد مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بهدف حشد الجهود والتمويلات اللازمة لتجسيد برامج تنمية متكاملة وبعث الأمل في غد أفضل للشعوب الإفريقية في المنطقة. الوزير الأول نذير العرباوي جدد التذكير بمناشدة رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون لجميع أحرار العالم والخبراء القانونيين والمنظمات والهيئات الحقوقية لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الإسرائيلي بسبب الجرائم التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني الشقيق. إن أبسط مبادئ حقوق الإنسان تستباح في فلسطين المحتلة جراء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الغاشم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق. وفي مواجهة هذه الجرائم تقف مع الأسف المنظومة الدولية عاجزة على فرض احترام حقوق الإنسان، ومع كل قصف وضرب يوجهه جيش الاحتلال لقطاع غزة تسقط قيم ومبادئ القانون الدولي الإنساني. في تطورات المشهد المأساوي بقطاع غزة، يواصل الاحتلال الصهيوني قصفه المكثف على المجمعات السكنية والمستشفيات مخلفا عشرات الشهداء والجرحى، من بينهم صحفيتان استشهدتا ليلة أمس إثر قصف منزليهما في مدينة غزة وبيت لاهيا شمال القطاع. وفي الشمال تحديدا، معارك ضارية تصدت فيها المقاومة الفلسطينية لآليات الاحتلال مكبدة إياه خسائر في المعدات والأرواح، حيث اعترف الكيان الصهيوني بمقتل ضابط وجندي إضافيين وإصابة 5 جنود بجروح خطيرة. تقرير عبد فوسي. لا يزال الاحتلال على سبق عربدته واستهتاره بالدماء البشرية، حيث تملكته هستيريا إجرامية لا حدود لها من خلال قصفه الهمجي المتعمد للمستشفيات ومنازل المدنيين، موقعا ضحايا بالمئات من أبرياء العزل والمصابين الراقدين في المصحات.
قالت إدارة المستشفيات في غزة أن الاحتلال حول مستشفى الأندلسي بعد حصاره وقصفه له أمس إلى سكنة عسكرية لا يسمح لأحد بالتحرك داخلها أو نحوها، وأنها تمكنت وبعد عناء كبير من إجلاء نحو 120 من المرضى إلى خارجه بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما لا يزال نحو 500 آخرين يرقدون بداخله بدون أي موارد أو مصادر للحياة. منظمة الصحة العالمية قالت أنها تشعر بالفزع بعد قصف مستشفى الأندلسي، وكذبت ما تروجه الروايات الصهيونية عن استخدام مجمع الشفاء كمقر عسكري للمقاومة، بل أن العكس هو الصحيح، حيث راجت أخبار أمس من أن الاحتلال هو الذي حول المجمع ومعه مستشفيات الرنتيسي والنصر للأطفال إضافة إلى المستشفى الأندلسي إلى مركز تمترس وتحصن خاصة بدباباته وآلياته العسكرية. على الأرض تواصل القصف الأعمى على منازل المدنيين، حيث سقط أمس 14 شهيدا في مخيم البريج، وارتقى 17 آخرون بمخيم النصيرات وسط القطاع، كما أعلن فجر اليوم عن استشهاد 5 أفراد بينهم أطفال في قصف على منزلهم برفح جنوبا. المقاومة الفلسطينية من جانبها أعلنت أنها تمكنت من تدمير نحو 60 آلية عسكرية بينها 10 جرافات خلال 72 ساعة الماضية، كما أطلقت وابل من صواريخها هو الأكبر من نوعه منذ بدء العدوان على تل أبيب المحتلة، وقالت أنها تعتقد بأن الاحتلال قصف تحشدا لجنوده فوق الأرض بالخطأ، موقع خسائر معتبرة بين صفوفه. وفيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات قباطية بجنين وبلاطة في نابلس إضافة إلى مدينة الخليل واعتقلت العشرات من الشبان، أنبرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة منددة بما يقع في غزة، واصفة جرائم الاحتلال بالمحرقة. هذا ورصد لنا مراسل تلفزيون الجزائري وسام أبو زيد من غزة هذه الصور التي توثق لوحشية الاحتلال الصهيوني وهو يتخذ من الطفولة هدفا عسكريا. هذا الطفل هو واحد من بين 5000 طفل فلسطيني استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولم يحظوا بنصيب احتفال العالم بيوم الطفل العالمي الذي يصادف هذا العام، وأطفال غزة يذرفون الدم أمام أعين العالم ذاته، ومنهم من هو ما زال تحت الركام في عداد المفقودين. لم يبقي الاحتلال الإسرائيلي للطفل الفلسطيني أي شكل من أشكال الحقوق، بل هو نكل بالأطفال الفلسطينيين عبر عمليات الاستهداف للمنازل وهدمها على ساكنيها باستخدام الطائرات الأمريكية F-16 F-35. للأسف أمام العالم الذي يقف صامتا اتجاه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الطفولة الفلسطينية. فكلما وجهت نظريك في غزة ستجد طفلا يتألم، إن لم يكن من القصف فحتما من البرد أو الجوع أو العطش يوميا، بعد أن نزحوا مع آبائهم وأمهاتهم وانقطعت بهم سبل الحياة وباتت المدارس ملجأ لهم هربا من حمم القذائف والصواريخ. تلاقي جثث الأطفال اللي مقطع، اللي إيده مبطورة، اللي إيده رايحة، بس باقي أطفال العالم كلهم عايشين حياة طبيعية. احنا المدارس توقفت، الجامعات توقفت، كل مناحي الحياة توقفت. طبعا في يوميا في حالات عندنا مرض من المياه الملوثة، ما في كهرب، ما في حرمات، في عندنا نزلات معوية. وحتى هؤلاء الأطفال الخدج الذين حاصرهم الاحتلال في مستشفيات غزة الشمالية وقطع عنهم الوقود وانقطعت الكهرباء وهم في أسرة العناية حتى بالمستشفيات جنوب القطاع في جريمة مكتملة الأركان دون أن يتوقف الاحتلال عن سلسلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. والغزة زي ما انت شايف الحمد لله رب العالمين، هم نايمين تروحهم إسرائيل بالطريقة هذه الوحشية بالقذائف وبالدخائر النووية وبالفسفور الأبيض، الحمد لله رب العالمين، وكل الضرب في وجوههم وفي رؤوسهم، الحمد لله. هاي أطفال فلسطين. فمنذ أن بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة حاول الاحتلال الإسرائيلي أن يصنع انتصارا على جثامين الشهداء الأطفال والنساء والشيوخ، ولكنها ستبقى لعنة تلاحقه إلى أبد الآبدين. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين.
في النشاط البرلماني صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي وحضرها وزير الاتصال محمد العقاب ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار على مشروعي القانونين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والمتعلق بنشاط السمعي البصري اللذين يهدفان إلى تكييف منظومة قطاع الاتصال مع روح دستور 2020 لمواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة في قطاع السمعي البصري بالإضافة إلى ترقية ودعم أداء الإعلام الوطني. وزير الاتصال محمد العقاب أبرز في تصريح صحفي عقب جلسة التصويت أهمية هذين المشروعين في تعزيز المشهد الإعلامي في الجزائر وترقيته. نتمنى أن هذا القانون هذا يعني يكون مساهمة فعالة، وأنا الكلام الذي قلته صادقا، قانون ممتاز ونتمنى أنه يعطي دفعة مليحة للإعلاميين بصفة عامة، يعني فيه امتيازات كثيرة ليس المجال هنا لإعادتها. الخامس القادم إن شاء الله سوف نمر أمام مجلس الأمة، أمام لجنة الإعلام والثقافة في مجلس الأمة، وبعد المصادقة مجلس الأمة عليه سوف يصدر شيء طبيعي في الجريدة الرسمية، وإن شاء الله بعدها نتفرغ إلى تنصيب سلطتي الضبط ومجلس أداب وأخلاقية المهنة. في إطار سياسة الدولة الرامية لتشجيع الاستثمار واستحداث حركية اقتصادية عن طريق تنويع الاقتصاد الوطني، يدخل مشروع منجم الفحم الحجري بدائرة العبادلة بولاية بشار، وهو ثمرة شراكة جزائرية تركية، يدخل ضمن خطة الخروج من دائرة المحروقات وتقليل الاعتماد على استيراد المواد الأولية. عبد النور هامل. بأبعاد اقتصادية فعالة وآفاق واعدة قائمة على شراكة جزائرية تركية قوية، منجم الفحم الحجري بدائرة العبادلة ولاية بشار مشروع استراتيجي هام من شأنه أن يلبي احتياجات المركبات الصناعية المعدنية عبر الوطن وتنمية الإيرادات والإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني. هذا المشروع يكتسي أهمية بالغة، لأن هذه المادة تستعمل في إنتاج الفحم الكوكي الذي يدخل في صناعة الصلب. هذه المادة الجزائر تقوم باستيرادها من الخارج. إن شاء الله هذا المشروع راح يخلينا نستغني عن استيراد الفحم المستخرج هنا. ذو جودة عالية، تقريبا كثافة الفحم تقدر ب 1.3 إلى 1.4. إعادة تنشيط قطاع المناجم وإطلاق العديد من المشاريع التعدينية سيسمح باستحداث فرص عمل جديدة وخلق حركية اقتصادية بالمنطقة. عدد العمال حاليا 58 جزائري و27 تركي، بعد رخصة الاستقلال عدد العمال بيرتفع على 450 تقريبا 450 عامل، العمل ليستمر هكذا. هذا المشروع يدخل صدر في مشروع متكامل اللي هو صدر المنتوج المنجم، راح يوجه مباشرة إلى مصنع الحديد في تبسة، حيث يدخل الفحم هذا يدخل في صناعة الدينية للحديد. منجم الفحم الحجري مشروع سيساهم في عمليات الإنتاج والتصدير في ظل المناخ الاقتصادي الملائم الذي جسده رئيس الجمهورية بقرار تدعيم الاستثمار وتقليص فاتورة الاستيراد. مصنع إنتاج وتسويق الإسمنت بمنطقة حاسي عامر بوهران مشروع ناجح لشراكة جزائرية تركية بقدرة إنتاجية تفوق 700 ألف طن من مختلف أنواع الإسمنت سنويا، ونموذج لديناميكية اقتصادية واعدة للنهوض بالاقتصاد الوطني. خير أبو طالب. قفزة نوعية يشهدها قطاع الصناعة بوهران بخلق اقتصاد قوي للزيادة في الإنتاج والتنويع في الصادرات. مصنع الإسمنت الواقع بمنطقة حاسي عامر نموذج ناجح قائم على شراكة جزائرية تركية ومشروع بأبعاد اقتصادية بعد تحقيق الاكتفاء في السوق الوطني. الشركة دخلت مجال الإنتاج سنة 2012 بقدرة إنتاجية تفوق 700 ألف طن سنوياً، تغطي نسبة كبيرة من السوق المحلية،
هذه الشركة تتوجه في إطار الرؤية العامة لسياسة الدولة والسلطات العليا في البلاد، تتوجه نحو التصدير في آفاق 2024، وذلك من خلال أننا أسسنا شركة للنقل البحري، ونستطيع من خلالها السيطرة التامة على الحلقة من الأول إلى الأخير. قدرة الإنتاج تقدر ب 700,000 طن سنويا. لدينا 3 أنواع من الإسمنت، 32.5 و42.5، وكذلك مضادات السلفات، إلى جانب خام الكلينكر والجبس والكالكير. عملية الإنتاج تتم وفق شروط ومقاييس المنظمة العالمية للجودة إيزو. هذا المصنع المتخصص في صناعة مختلف أنواع الإسمنت نموذج لديناميكية اقتصادية بآفاق واعدة، يشغل 150 عامل من الكفاءات الجزائرية مع إدراج مختلف التخصصات والتكنولوجيات الحديثة لزيادة في جودة الإنتاج المحلي والتوجه نحو التصدير. عندنا خبرة تقريبا 5 سنوات، احتكينا بالأخرين الأتراك معهم، تدينا خبرة الحمد لله، رانا نديروا إنتاج وطني محلي ندعموا في الاقتصاد الوطني. عدة مراحل نفوتوا عليها، اولا نشوفوا لا ميزور دو بلان لا فيناس، نشوفوا لي زاناليز شيميك، نديروا ثاني لي زاناليز فيزيكو ميكانيك باش نشوفوا المقاومه تاع الاسمنت باش تعطينا جوده في المنتوج وين يروح للتسويق. تغطيه السوق الوطنيه والتسويق بجوده عالميه نتيجة شراكة مثمرة أقرتها استراتيجية الدولة الرامية إلى دعم ومرافقة المستثمرين للرفع بعجلة التنمية. في الختام، رالي اليمامات يروج في مرحلته الأولى تيبازا مستغانم للقدرات السياحية بشريط الساحلي لغرب البلاد. عمر جمعي. الكل منهمك في التحضير لانطلاق رالي اليمامات، تركيز كبير عند المتسابقات خاصة وأن السباق يعتمد على ضبط التوقيت، حتى الدراجات النارية كانت حاضرة لأول مرة. كل النخبات رياضية نخبة تاع بلدان كما الصين كما فرنسا كما فرنسا كما بلجيكا، يعني من أحسن البرتغال، من أحسن متسابقات تاعهم في هاد لا سبيسياليتي راهم حاضرات. النوفوتي كاين متسابقات تاع الدرك الوطني. السباق جرى على 3 مراحل وشهد تألق سيدات الجزائر رغم المنافسة الكبيرة من نظيراتهن الأوروبيات. الأولانيين في المراحل 3 ودونك دو كو نغومبورتي الترتيب العام. الترتيب العام فوالا. أما في اختصاص الدراجة النارية فتألقت المتسابقة شمس إكرام من قيادة الدرك الوطني. أشكر جميع الجيش الوطني الشعبي التي بفضله تم تمكيننا من التحضيرات لهذه المنافسة. ضيوف الجزائر اكتشفوا المناطق الخلابة التي تسخر بها الجزائر والتي ستبقى في أذهان كل من مر عليها. توجد عدة مناطق جميلة، لأول مرة في حياتي أرى هذه اللوحات الطبيعية الخلابة، فعلا هي رائعة. السباق كان أيضا فرصة للوقوف مع القضية الفلسطينية بحمل العلم الفلسطيني في كل المسار. المشاركة مهمة في هذا الرالي، لكن لم ننسى وقوفنا مع ما يحدث مع إخواننا في فلسطين وبالأخص في غزة. ليضرب القائمون على المنافسة موعدا آخر وفي مكان آخر وبطموح أكبر. نشرتنا تمت، شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم في موجز 9 بحول الله، إلى اللقاء.